مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم عندنا بوكس من امازون حنفتحه، في خمس شغلات جوا. اول مرة بنسوي هيك، خلينا نكون مع بعض، تابعونا بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم، بدنا نفتح الان البوكس. حاطين فيه شغلات كثيرة، في هدول الشغلتين مهمة. الأول هذا عبارة عن ديسك مايكروفون، very sensitive. واو، أوكي. هذا الكتالوج زي ما أنتم شايفين، في هاي تبعت الصوت، وهاي تبعت الميكروفون. هذا هو الميكروفون، زي ما انتم شايفين في سماعة، مفروض يكون هذا very good للديسك. وهذا والله شكله كويس. اوكي، هذا زي ما انتم شايفين هذا البوكس تبعه، في كل اشي موجود. شكله صراحة هاي كواليتي. حنجربه ونحكي لكم شو رأينا فيه. وطبعا اهم اشي انه الكواليتي تبعت الصوت تكون كويسة. اوكي، طيب هذا الاول. الشغلة الثانية اللي هي عبارة عن سمارت سوكيتس، أربعة سمارت سوكيتس جواها زي ما انتو شايفين. هدول هم، هدول السمارت سوكيتس بتشبكهم عن طريق الاب اسمه سمارت لايف، وبس بتشبكهم بالواي فاي وبتحط اي اشي فيهم، بتصير عن طريق التلفون الجوجل هوم. في اب اسمه جوجل هوم. السمارت لايف اللي هو هذا الاب، سمارت لايف مشهور هذا الاب، وفي كتير شغلات بتعمل فيه كل السيتنجز، وبعدين بعد ما تخلص بتشبكه على جوجل هوم، وبالجوجل هوم تقدر تطفي وتضوي من الاب من اي مكان انت موجود في العالم. طبعا هدول السوكتس انا جايب اربعة، بدي اجربهم ان شاء الله يكونوا شغالين كويس. اذا شغالين كويس حبلغكم برضو عن الموضوع. هذا اليوم سريعا كان عندنا فتح بوكس واحد من امازون، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. نراكم في حلقة قادمة، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.